المتتبعين كي درتو لاباس كيبقى يتسوت غير شويه. راجت عندي بشرى القدوري تحيه ليها كتسكن في مدينه تاونات. شغنقول لكم واحد المره درويشه وحنا الناس دراوش اللي كيكونوا دراوش بصح ماشي كذوب كنمدوا لهم يد المساعده وتنتعاملوا معاهم وتنبينوهم لكم باش انتم تعاطفوا معاهم وتدخلوا عندهم. وتحيه لكم. وراه زهير هذا النهار غيصاوب لها صبير شاط في التليفون ديالها باش هي منين تحل اللايف اللي بغا يتعاطف معاها في سبيل الله ما كتعرفش مسكينه تحل اللايف وداك الشيء ما كتعرفش دير داك الصبير شاط وداك الشيء. وراها غير مرا درويشه ما كنكذبش عليكم كنتمنى اللي كيبغي لي كله يدخل عندها. ودابا هي بوشتا غتبقى هنا كتجمع تعاوني وانا غادي نشوف شنو غندير في الكوزينه. السلام عليكم المتتبعين ديال المناعمه كي دايرين لاباس عليكم بخير هانيين كي بقيتوا داخل الوطن وخارج الوطن. انا ولفت على هالكلمه كما شفتوا اخوتي انا غتبقى فيا امي نعيمه ومسكينه مريضه وداك الشيء. ودابا غنجي لعندها كما وعدتكم الى عاوني سيدي ربي غادي نجي عندها جوج مرات في الشهر. ودابا انا غنعاون اخوتي خليكم معانا. حنا شاكين الطعام بشرى شاكين الطعام ولا نجي عندك بالمحيط دابا هاصك هانتي هانت يا بشرى مال دابا الصاك امي نعيمه ولا اللي كانت عندي في 10000 ريال امي نعيمه انا ما عندي شفار شاي انا عمري ما هزيت امي نعيمه بالك وخسرتها نسيتي لا اويلي لا خسرتها بالك وخسرتها امي نعيمه لا ما خسرتهاش والله شوف بشرى والله بشرى تنجيب لك البوليس لا امي نعيمه الله يرحم الوالده لا خسرتها لا دخلتكم بها رب العالمين الله يسهل عليك امي نعيمه انا عمري ما شفتها لا لا هزيتي لي اختي الفلوس هزيتي 10000 ريال والله الا عبروا عليك علاش عبروا عليك على بابك اللي ديما لا لا والله يا ربا حميد والله انا شفاري اللي جات اجي مرحبا بك شوف بابك امك دارت راسك تخمن لي الصالون وديما نخملوا لها امي نعيمه عمري ما شفتها ما عمرك هزيتي لي واني هاد النهار هزيتي 10000 لا والو امي نعيمه لا هزيتي لي 10000 امي نعيمه الله يرحمها لا والو لا تهدي المخزن الله يسهل عليك لا والو لا والو لا والو لا شوف يا شريبه الله يرحمك الوالدين حنا شوف ما تقلدوا حتى بواحد ولكن امي نعيمه انا نبغي يكون شي عندكم ماشي زعما باش نشوف انا عندي باش حامل انا عندي باش حامل فهمتيني الكاميرا ما غتكذب حتى على واحد وانا ما شفتش الجوال وانا مسحت الصالون قديم وصافي المهم انا ما غنطولش معاك ولا كنت ديتيها غطر باي انا نحلف لك في المسحه انا ما تحلفش لك المسحه ولا شي لابسك بالكاميرا هزا والله ابو شات نجيب لك المخزن الله يرحم الوالدين ولا ما هزيتش انت ما هزيتش ما هزيتش الا ما هزيتش بنتي والو هزيت عشان قلت الكاميرا كاينه رجعوها ما هزيتش لا بلا كاميرا بلا والو انا راه ما هزيتش وانا كي هز لي 10000 ريال بلا ما ترجعوا لي راه جاب لي عاد دابا مشينا عبر السكر جبت الفلوس قدامي خلصت ديك المساعده ديال الفورماسيان وردت الفلوس قدامي للصاك وحطت صابوك الطابله وي خلاتني انا نسيق في السطح وديك الشيء والله ما عرفت حبيت انا ما عرفتش لا انا ما قربتش للصاك يعني ولا الصاك ابو ما قربتش ليه ما هزيت بالك وتنفت لك ولا حطيتها بشي بلاصه وين المخزن ديال فلوسي دابا شوفي بلا ما نوصلوا بلا ما نوصلوا لواحد المواصل ما عندنا الله يرحم لا شوفي اذا كنتي ديتي لها رزق هي راه مريضه عطيني فلوسي سمعتيني لو كنت ديال الزقه مريضنا ما عندو بال نعيمه دابا انا راني جيت ندوز هاد الفورماسيون ما تضيعوني فيها الله يرحم والديك كنت غادي تبقاي تجي عندي الله يرحم والديك مرحبا بكم قلت انا امي نعيمه ولكن علاش هزي لي فلوسي ما هزيتش امي نعيمه نهائيا انا الفلوس هما اللي ما نقربش انا اللي يدخل عندي بالغدار ما عندي ما ندير به وانا ما ندخلش عليكم انا ما ندخلش عليك انا جيت على حساب بنتي باش تجوز لي جيت على حساب بنتي قلنا لك مرحبا بك قربي الطريق عليك دابا هدايا هدايا طاحت وصلناها دابا الا ولينا ردينا الكاميرا بلا ما نديرو دار امي نعيمه الله يرحم لك الوالدين بلا ما يا ولدي بلا ما نردها انا ما نعرفش الكاميرا بلا ما نديرو دار الكاميرا بلا ما نديرو دار امي نعيمه علاش ما نردها انا بديت اياها الا ما تردهاش لا الكاميرا بلا ما نديرو دار بو حمد الله تردها بالله الله يرحمكم الوالدين الله تنعيط على الوالدين دابا الا ردينا الكاميرا وكنت انا كذبه عليا انا غنضربها تحمل مسؤوليتها تحمل اللي قلت لك كذبت عليها ولا ردينا دابا الكاميرا قدام المتتبعين ولقينا امك هزه لي الفلوس
شنو هو العقاب ديالها؟ غتهضري دابا. يلاه انت انت دابا راكي كتقراي وواعية تبارك الله وعارفة كل شيء. دابا غنشوفو ماما واش هزيت ولا لا دابا. أنا بنتي أنا هزيت أنا عارفة يا بنتي أنا ما غنمشي نخدم في الدير عمري ما غنشفر. أنا عمري ما غنجيبكم شي طريف شي حاجة د الحرام. ديما غنجيبكم عرق بيز د الحلال. تا غنعرق فيها ونجيبها لكم أبنتي. مي نعيمة راه تلفت الفلوس ديالها وراه غنقلب معاك أمي نعيمة يلاه نقلب أنا وياها. أويلي هزيتي قلت لها غنقلب معاك. ما عرفتي ما دابا. الله يرحمكم والدي وصافي وانا خلات حطت الطبله وعاد جات طاحت عاد جينا دابا مشات عمرك شكور سوت الدفه سوت الدفه الله يرحمك والدي الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك خلي شوف خلي تن تن لا 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 زيد الراجل لاحظيوها حيد من قدام المتتبيع حيد ها انتوما خوتي ها انتوما شوفوا الكاميرا في شدتها ها انتوما خوتي ها انتوما تنقول لكم كاميرا في الدار مزيانه يا بنتي ما ديتيش شوفوا شوفي بلوك يا دابا يا ماما يا كتحلفي دابا شوفي امك ما تخرجوش من لا يرحم الوالدي الله يجازيك بخير هذه هي اللي تحكم علينا ماما دابا اسمح لي شنو دابا امي نعيمه اش راه كلك دابا يقضى الله ونزل شنو انا امراه الفقر لا اله الا محمد رسول الله وليعطيني انا حشم او هذا هو الطعام. الباقي كله عسل. دابا عسل. الله يرحمكم والدي. 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 الله ما زيدتلكش بزاف هاهم ما زيدتكش بزاف لا ما زيدتلك عا شويه من عيمه هاهم شو الدماغ من عيمه ها الله يرحم لك الوالدين الله يسهل عليك بعدي مني الله يسهل عليك اسمح لي اصلي مقلب وين مقلب اولا من عيمه سكت لي قلبي أنا مقلب المتسبعين ضحكنا مع بوشرى شوية وخرطنا بوشرى شوية وراه كادر شوفو خاعر فيه مقلب مسكينة ضحكت ما تقبلش ما تقبلش السرقة مرحبا بكم الله يسهل عليكم إلا ما شحال نقول لكم ها انتم مع بوشرى حتى هي عطفوا عليها وراها دارت واحد اللايف ودخلتوا عندها وكتقولوا لها حنا جينا من عند امي نعيمه وتعاطفتوا معاها الله يسهل عليكم الله يوقف معاكم الله يخليكم لينا حنا ضحكنا معكم شويه في هذا المقلب وتابعونا ان شاء الله على لاشين ديالنا غندير لكم فيها غير الحاجه الزوينه والحاجه ديال الضحك والحاجه ديال التماثيل والحاجه ديال الطياب الرائع وحنا ديما معاكم والوقت اللي بغيتونا حنا كاينين وانا راني دزت من هذا الطريق اللي راه فيها بوشرى تبقى فيا تبقى فيا هي وبنيتها راه كتسبق على وليداتها كتسبق عليهم مسكينه تتخدم عليهم في غرف الديور وتحيه ليكم وراه بوشرى ما دات لي شاي هذه لساتي عندي ولاداتها بصحتها وحنا خوت وحباب والله العظيم كناكلوه طايب والهلا يخطيكم وتحيه ليكم كبيره غادي تحيه من خدمتكم والله يا المتتبعين واخا نقلب الركابي ديالي العيط ما بقيتها بيدي والركابي ديالي عيط صفطو وهلا الله محمد رسول الله اخوتي وضحكنا معكم حنا بوشرى شويه شكرا المتتبعين ديالكم تحيه كبيره تحيه لكم كبيره وتابعونا عشيره غتدخل معايا في اللايف مرحبا بكم عندي كاملين في الدار ديالها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يلاه وليدات يلاه وقعوا على خير شكرا
تبارك الله على وليداتي كدرتو لاباس عليكم كبقيتو كنتمناكم تزوروا اختي كاسيا اللي معاوناني في الريجيم ومنبهاني السكر راني كنت مشي الضحيه معايا غير هاد الصباح كتقول لي شنو تاكل لي شنو ما تاكليش تحيه ليها كبيره وخت كاسيا من هنا حتى لباريس كتعاوني في الريجيم ومعاوناني بزاف الحويجات الله يعاونها على الدين والشهاده وخوتنا العزاز كلهم عزازو غاليين تنعطي تحيه لكاسيا وتنحبها وتنبغيكم تزوروها وتكونوا معاها في اللايفات وتحيه لكم كبيره وراكم عزاز كلكم وغاليين.